في مستشفى ناصر بخان يونس تنتظر كل من الفلسطينيتين ندى وسميرة نقل أطفالهن المصابين بالسرطان وسوء التغذية إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي عبر معبر أبو سالم الحدودي. ندى وهي في الأصل من شمال القطاع قالت إنها تحاول منذ فترة تسهيل نقل أطفالها أحمد الذي يعاني من سرطان في الخصية وأمجد يعاني من سوء التغذية خارج غزة لتلقي العلاج الطبي، مشيرة إلى النقص الشديد في المرافق والموارد الطبية في شمال القطاع إلى جانب الجوع والدمار. إحنا جينا من الشمال، عملوا لنا إجلاء منظمة الصحة العالمية لحتى إنه يتعالجوا في الخارج أولادنا. ابني أحمد معه سرطان في الخصية ولازم إنهم يستأصلوه، ولازم إنهم يستأصلوا هذا المرض. فيعني في الشمال فيش أدوية، فيش مستلزمات طبية، فيش كوادر طبية، فيش كوادر طبية لحتى إنه يستأصلوا هذا الورم. فعملنا تحويلات كتير وما زبطتش. آخر محاولة عملناها عملنا تحويلة لمصر، فلما نطلع اسم أحمد على المعبر احتلوا اليهود المعبر وما قدرنا إنه إحنا نطلعه. أما سميرة فقد أبلغت أن ابنتها جوري سيتم نقلها أيضاً خارج القطاع لتلقي العلاج الطبي من السرطان وسوء التغذية، حيث كانت الطفلة تخضع للعلاج الكيميائي في مستشفى الرنتيسي وجاءت الحرب وتوقف الدواء تماماً، ثم حدث جوع وسوء تغذية مما أثر على صحتها الجسدية والنفسية. هي أصعب المواقف إنه ما كناش نقدر نوفر الغذاء اللازم للطفلة، يعني فيش أكل اللي جسمت فيه جسمه، يعني هو أكل معلبات، يعني لا في مثلا فاكهة نجبلها، لا في خضر نجبلها، ولو موجود كل شي غالي فوق يعني ما تتصور. فالحمد لله يعني إنه طلع السفر كرمال تتعالج وكرمال تاكل أكل أكتر من اللي إحنا شايفينه. وبحسب الطبيب في مستشفى الناصر أحمد الفرة، فإن هنالك ما يقرب من 50,000 يحتاجون إلى تحويل للخارج، بعضهم مصابون بالسرطان وبعضهم بأمراض استقلابية وبعضهم بأمراض نقص المناعة، وبالطبع بعضهم مصابو الحرب. نتحدث عن حالة نقص المناعة لدى الأطفال الفلسطينيين، هم بحاجة إلى تحويل عاجل للخارج لإجراء زراعة نخاع العظم وهو غير متوفر في غزة، لذا تكتب شهادة وفاة لهؤلاء الأطفال، كما نذكر عن الحالات التي يحتاجون فيها إلى تركيبات خاصة من الحليب مثل الجلاكتوز في الدم ومثل الجلوكوز مثل بيلة الفينيل كيتون. إذا استهلك هؤلاء الأطفال المرضى أي تركيبة غير التركيبة الخاصة بهم، هذا يعني أنهم سوف يصابون بتخلف عقلي ونوبات وتشنجات، وأيضاً يمكنك كتابة شهادات الوفاة لهذه الفئات العمرية. ولم تتمكن منظمة الصحة العالمية من القيام بعمليات إجلاء طبي من غزة منذ إغلاق معبر رفح في أوائل شهر مايو أيار الفائت.